اهلا وسهلا بيكم في برنامجكم حمار الاحلام. البرنامج ده يهم كل مزارع وكل حمار. احنا عملنا بحث لقينا ان اهم وسيله انتقال في المزاريطه وكل القرى المجاوره هي الحمار. بس ليه كل الحمير تقليديه؟ ليه كلهم يا ابيض يا جراي؟ ليه ما فيش حمار مميز؟ ومن هنا بقى دي فكره البرنامج، ان احنا هناخد حمارك التقليدي وهنحوله لحمار الاحلام. وفي حالة عندنا اللي هي مشمش، قال يعني لما سماه مشمش بقى مش تقليدي اهو، وصاحبه اسمه عم سعيد. تعالوا نشوف الحكاية. ان مشمش عندي من هو عيل صغير، ربيته واعتبرته عيل من عيالي، بيجي في معزة عيل من عيالي. ومن سنتين ثلاثة حصل ان مشمش اتشقلبت احوال، ينهج ليل ونهار ويوقع طراق ويقعد يتمرق في الارض وحوشه. والمهم قلت لازم القى حل المشمش. عرفت ان سجوني عامل برنامج في القناه بتاعته، قلت اروح لسجوني يمكن يلقى لي حل. ولما جيت لسجوني وديته الحمار وقلت يمكن ربنا يعني يكرمنا ويبقى الكرم كله يجي على العمده جوني يعني، وربنا يستر ان شاء الله. وعم سعيد كان هو فعلا سعيد الحظ، عشان هو اول مشارك معنا في برنامجنا حمار الاحلام. عم سعيد، السلام عليكم يا عمتي. What's going on brother؟ بومبو تمام تمام. How you doing؟ تمام. جاهز تشوف المفاجأة؟ جاهز إن شاء الله. أعصابك حديد؟ والله رجلي ما شايلانيش، بس يلا ربنا يستر. 3 2 1. إيه ده كله؟ إيه اللي عملته في حمار؟